بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده تصميم الماكينات او ماده الماشين ديزاين لطلبه قسم الهندسه الميكانيكيه بالشعب المختلفه، سواء انتاج او قوه او ميكاترونكس او سيارات او بحريه او طيران. ما زلنا شغالين في الشابتر الخاص بالكومبايند ستريسز او الاجهادات المركبه. في المثال الموضح قدامنا عندنا كانتيليفر بيم معرض لمجموعه من الاحمال. قال لك ان الكانتيليفر بيم القطر بتاعه عباره عن 50 ملم بطول 250، معرض لي عندك مجموعه من الاحمال. الحمل الاولاني اللي هو عباره عن 3 كيلو نيوتن و15 كيلو نيوتن، وعندك تورك قيمته ب 1000 نيوتن في المتر. مطلوب تحسب قيمه الاسترسز او الاجهادات عند النقطه بتاعت الاي ونقطه البي. زي ما هو واضح عندك دي نقطه الاي ودي نقطه البي، والمطلوب ان انت تبدا تحسب الكلام ده. عشان اشوف بقى الكلام ده بيتحسب ازاي، لازم اول حاجه اشوف الاجهادات اللي عندي اللي بتاثر على الجسم اللي قدامي. اول حاجه اقول والله ان القوه بتاعت ال 15 كيلو نيوتن زي ما احنا عارفين اللي هي عباره عن سيجما تنشن، قوة على المساحة. هو اللي عندي عبارة عن 15 في 10 أس 3 على المساحة، مساحة الدايرة بقى على 4 في ال 50 تربيع. أقدر أطلع الكلام ده بالميجا باسكال. ده أول إجهاد بيحصل عندنا اللي هو إجهاد الشد اللي بيأثر، سواء بقى السيجما تنشن بالنسبة للنقطة بتاعت الـ A والنقطة بتاعت الـ B، يعني الاتنين نفس القيمة، لأن أنا عارف توزيعة الإجهادات بالنسبة للتنشن. نقطة A فوق هنا وأدي نقطة B، والاتنين قيمتهم بنفس القيمة بتاعتي. تعالى بقى نشوف الإجهاد التاني اللي بيأثر عندي. أنا عندي هنا حمل 3 كيلو نيوتن، من الشكل اللي قدام هنا واضح جدا اللي بيعمل لي إيه؟ بيعمل لي مومنت، يعني بيعمل لي بيندنج ستريس، بيندنج السيجما بيندنج. الإم في الواي على الأي، الإم عندي بكام؟ ب 3 في 10 أس 3 كده، الفورس خلتها بالنيوتن في المسافة اللي هي عبارة عن 250، في قيمة الواي اللي هي عبارة عن نص الدايرة اللي هي 25 على الاي عزم الكسور باي على 64 في القطر أس 4. خلص الكلام ده يطلع معاك بالميجا باسكال. طيب تعالى بقى نشوف بقى السيجما بيندنج ده اللي انت حسبتها بالنسبة لنقطة A ولا بالنسبة لنقطة B. القيمة اللي طلعتها هنا ده بالنسبة للنقطة بتاعت الـ A. لو انا مسكت كده توزيعة الاجهادات بالنسبة للـ البندنج ستريس، تكون عارفين شكلها، شكل توزيعة الاجهادات ده الشكل بتاعي، وتنشن وكمبريشن على اساس اللود اللي عندي. فانا عندي هنا تنشن وكمبريشن. لو انا كده عارف النقطه بتاعت الايه هنا في الجزء ده وادي نقطه بي، يبقى اذا القيمه اللي عندي دي في حاله لو هي تنشن تبقى دي قيمه الاجهاد اللي عندي الايه، وبيكون كومبريشن في حاله النقطه بتاعت البي. يبقى انا كده طلعت القيمه بتاعت ايه وبتاعت البي، واحده بالموجب واحده بالسب. لو كان قال لي النقطه بتاعت سي، لو قال لي في نقطه في النص هنا، كان عندي هنا يكون قيمه الاجهاد بي زيرو. تعال نحسب بالمره سيجما بيندنج وسيجما تنشن. تعال نحسب بقى الحاجه الثالثه اللي هو الدايركت شير ستريس اللي جاي نتيجه الفورس اللي بتاثر نتيجه ال 3 كيلو نيوتن بتاعت البيندنج ستريس. يبقى دايركت شير بيساوي قوة على المساحة، القوة عندي 3 في 10 أس 3 على المساحة بتاعتي باي على 4 في القطر تربيع. ده كده بالنسبة للدايركت شير نتيجة مين؟ نتيجة اللود اللي عندك اللي هو 3 كيلو نيوتن. تعالى نحسب بقى آخر حاجة عندنا اللي هي التورشنال شير ستريس، التي في الآر على الجي، والتورك عندي ب 1000 في 10 أس 3 حولها لمليمتر. في قيمه الار 25 على البولار مومنت باي على 32 في ال 50 اس 4. طلع الكلام ده بالميجا باسكال. وعندي التورشنال شير ستريس على بالنسبه للنقط اللي عندي، سواء هنا كانت نقطه دي اي ودي نقطه بي، فهم نفس القيمه بتاعتي. حسبنا الاجادات على الكانتليفر اللي قدامنا. يبقى انا كل اللي محتاجه بقى اروح اعمل ايه؟ اروح اجمع مجموعه الاجادات النورمال
سواء بقى كانت جايه لي التنشن والبندنج، اقدر اطلع الكلام ده عند النقطه بتاعت الاي ومره عند النقطه بتاعت البي، والدايركت شير او التورشنال شير ستريس عن طريق الدايركت شير زائد التورشنال شير ستريس، واروح بقى لاحدى النظريات. انا عايز اروح بقى احسب الكلام ده باحدى النظريات، فناخد نظريه ال فون ميسيز. لو احنا عندنا فون ميسيز اللي هي بتساوي السيجما نورمال تربيع زائد 3 تاو تربيع تحت الجذر، انا خلاص حاسب سيجما نورمال، حاسب التاو بتاعتنا عن طريق القيم اللي انت حسبتها هنا، سواء بقى مره للاي ومره للبي. واقدر اطلع قيمه الاجهاد اللي عندي. لو هو طلب منك تحسب معامل امان، يبقى الفاكتور اوف سيفتي يساوي السيجما ييلد على السيجما افكتيف اللي انت حاسبها او السيجما توتال، سواء بقى عند نقطه الاي ونقطه البي. ده كده بالنسبه للمثال الاولاني. في المثال الثاني ممكن يجي لك المثال في صوره مساله كلاميه، يعني مش لازم يجيب لك رسمه زي كل مره. قال لك انت عندك هنا عمود والعمود ده بيدور والقطر بتاعه عباره عن ال 16، يبقى انت عندك هنا الداتا. القطر بتاعنا عباره عن 16 ملم، وقال لك المصنوع من الكربون ستيل ومعرض لاكسيال لود قيمتها 5000 نيوتن، وعندك تورك قيمته 50 نيوتن في المتر، وقال لك ان الماكسيمم بيندنج مومنت قيمتها 75 نيوتن في المتر. ده في حاله لو جاب لك المساله الكلاميه، يعني ممكن تيجي لك في الصوره اللي قدامك. احسب لي الفاكتور اوف سيفتي، مطلوب هنا تحسب معامل الامان باستخدام نظريه الماكسيمم نورمال ستريس وبنظريه الماكسيمم شير ستريس. يعني هو عاوز هنا بتحسب الكلام ده بطريقتين. في حاله لما يكون عندك ان السيجما يلد مديلك كمعطى، السيجما يلد عندك ب 400 ميجا باسكال، وتبدا تشوف بقى شكل المساله عندك. من المساله الكلاميه واضح جدا مجموعه الاجهادات او الاستريس اللي عندك، سواء عندك هنا تنشن وعندك بيندنج وعندك تورشنال شير ستريس وعندك دايركت شير تلقائي مع البيندنج ستريس. اه ممكن تقدر تهمله في حاله لو القيمه بتاعته كانت قيمه صغيره. تعالى بقى نحسب بقى اول حاجه السيجما تنشن بتساوي 5000 على المساحه، المساحه اللي عندي مساحه دايره باي على 4 في 16، طلع الكلام ده بالميجا باسكال. وعندي السيجما بيندنج الام في الواي على الاي، الام هو مديالي 75 في 10 اس 3 حولها للمليمتر، في قيمه الار او قيمه الواي اللي هي بتساوي 16 على الاثنين، والبولر مومنت السكند مومنت اوف اريا اللي هو عباره عن الباي 64 في 16 اس 3 اس 4. الكلام ده تقدر تطلعه ويطلع معاك بالميجا سكيل. تعالى بقى نجيب الدايركت شير قوه على المساحه اللي هو بتساوي القوه بتاعت البندنج، القوه اللي بتاعت البندنج اللي انت مش مديها لك في المعطيات. يبقى انت هنا تقدر تعمل اهمال للدايركت شير ستريس، ونبدا نروح للتورشن شير ستريس اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن ان التورك ب 50 في 10 اس 3 في قيمه الار، قيمه الار عندنا بكام؟ ب 16 على ال 2، والبولر مومنت ب باي على 32 في 16 اس 4. خلص الكلام ده يطلع معاك بوحدته بالميجا باسكال. يبقى انت عندك في الاجهادات في حاله النورمال عندك مين؟ سيجما تنشن وعندك سيجما بيندنج. في حاله الشير عندك تورشنال شير ستريس، يبقى انت عندك هنا اثنين من النورمال وعندك واحد من الشير، يبقى انت لازم تروح لاحدى النظريات اللي تحسب لي الاجهادات. فقال لك احسب لي بنظريه الماكسيموم نورمال ستريس، يبقى انت عندك هنا سيجما نورمال اللي هو بتساوي السيجما نورمال او السيجما ماكسيموم بتساوي السيجما نورمال زائد نص جذر سيجما نورمال تربيع زائد 4 تاو تربيع. انا السيجما نورمال دي اللي عباره عن السيجما تنشن والسيجما بيندنج اللي انت جامعهم بالاشاره بتاعتهم،
وعندك الشير هنا اللي هو عباره عن دايركت شير، يبقى انت تقدر تطلع قيمه السيجما ماكسيم تطلع معاك بالوحده بتاعتها بالميجا باسكال. يبقى اذا معامل امان بيساوي السيجما ييلد على السيجما ماكسيموم، يبقى انت عندك السيجما ييلد كانت ب 400 وانت لسه حاسب ده، تقدر تطلع معامل امان. ده كده الطريقه الاولانيه باستخدام نظريه الماكسيموم نورمال ستريس. لو انت عايز تحسب بقى الماكسيموم شير ستريس او عايز تحسب بقى بنظريه تريسكا، تقدر تقول والله ان السيجما في بتساوي، او السيجما بقى تريسكا بتساوي السيجما ان تربيع زائد 4 تاو تربيع تحت الجذر. خلص الكلام ده يطلع لك ان معامل امان بتساوي السيجما يلد على السيجما في اللي انت لسه حاسبها. وتقدر تستخدم برضو القانون الخاص بال، لو انت عايز بقى تحسب التاو ماكسيموم عن طريق ان السيجما اكس ناقص السيجما واي، او هنقول بقى السيجما نورمال على طول لانه طالب منك تحسب لي الماكسيموم شير ستريس. يبقى السيجما نورمال على الاثنين الكلام ده تربيع زائد التاو اكس واي او التاو بقى تربيع تحت الجذر. خلص الكلام ده، انت عندك النورمال موجود وعندك التاو اللي هو موجود اللي هو عباره عن السيجما تنشن وهنا السيجما بيندنج. تقدر تطلع قيمه التاو ماكسيموم وتقدر تحسب الكلام ده. لو انت عايز تحسب بقى معامل امان عن طريق الشير ستريس، وانت عندك السيجما يلد على السيجما، طب انا عندي هنا شير، انا عندي هنا تحت شير التاو ماكسيموم، يبقى اذا اليلد عندك هنا بيساوي نص، او الشير بقى بتاعت اليلد بتساوي نص اليلد، او السيجما يلد بتساوي نص التاو يلد. يبقى من هنا تقدر تحسب برضو معامل الامان. احنا كده خلصنا مجموعه المسائل الخاصه بالكومبايند ستريس، او المسالتين اللي احنا اشتغلنا عليهم. ان شاء الله من اول السكشن الجاي هنبدا ناخد حاجه جديده، هي حاجه اسمها الاكسنتريك لودنج، هنبدا نتكلم عليها من المره الجايه وناخد عليها كذا مثال. شكرا لكم وان شاء الله نلتقي على خير.